برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا سناء، بارك الله فيك. لا شكرا لك. اليوم في موضوعنا في بكل وضوح غادي نتكلموا على الزوج أو الزوجة اللي تيكونوا طماعين، اللي دائما كيطلبوا المال من الطرف الآخر ولا أفراد العائلة ولا الأصدقاء، عنده مشاكل في المقاولة، محتاج لسلف مادي، ياخذ من الآخر، ياخذ المال من كل شخص كيعرفه، ودائما أستاذ كلقاو هذا الشخص داخل في هذه المتاهة ديال طلب المال من الآخر والدين والسلف، وهذا الشخص كيصبح غير مقبول عند العائلة والأصدقاء بكثرة يعني طلبه وإلحاحه للمال. فشنو وقع بالتحديد لهذا الشخص؟ يعني واش ممكن نسميه طمع، اعتماد واستغلال الاخر؟ شنو وقع عليه بالضبط؟ لا، طمع معروف عند الناس. يقول سيدنا عمر ان الطمع فقر وان اليأس غنى. شنو اللي يقصد سيدنا عمر ملي تيقول ان الطمع فقر وان اليأس غنى؟ المؤمن الحقيقي كيتعرف انه كيسعى للكفاف والعفاف والغنى عن الناس، ولا غنى سيدي ربي هذاك المال ديالو يتصرف به في امور الدنيا للخير. ولكن اذا طلعتي على قلبه غتلقى قلبه متجرد تمام تجرد من الرجاء في الدنيا. واليأس هو نقيض الرجاء، كيترجى منها والو. سيدنا عمر كان بعث له واحد قيصر روما، واحد سفير بعض الهدايا، بغيت صاحب معاه. هذاك السفير غادي كيسول علو كيسول علو، قال له دير حنا شنا شد العود ديالو غادي هنا وغادي هنا وغادي هنا. شنو هي الحق؟ بلاصه اللي نعتو له كيبان له سيدنا عمر رابط العود ديالو مسد يدو متكي في الرمل. ويسول شي ناس معاه قال لهم واش هذا هو الخليفة؟ قالوا له ايه. قف علو سلم علو وزاد في حالو. اللي رجع لعند القيصر ديالو قال له اش تكرديتي لي الهدية واش ما بغاهمش؟ قال له لا 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 ما عطيتهمش له. قال له علاش؟ قال له واش اللي راكب فوق حوت وناعس في الرمل ومس الدراع واش غتعطي له فهاد الذهب وهاد الشيء؟ قال له فين غادي تسوق له؟ فين غادي يشوف فيك؟ فين غادي؟ قال له ما بغيتش نحرج راسي، خليت هذاك الشيء عندنا. قال له راه هادو راه بوحدهم. قال له هادو ملي تيقول سيدنا عمر طمع فقر معنيتها الفقير راه غني. كيفاش الفقير غني؟ غني بالروحانيات ديالو، بالعلم ديالو، بالهمه العاليه ديالو. إذن اليوم أنا ما غنتكلمش في الطمع، أنا كيهمني نخترق ما استطعت واحد البنية الإنسان براسو مفعولة فيه ومفعولة به درجة مديورة فيه، نخترقوها باش ما نكونوش في لا بونسي كاتيجوريال. لأن الوقت المعاصر كثرات لا بونسي كاتيجوريال، هذاك وضع الناس في خانات. لا بونسي كاتيجوريال كارثه، حيث ملي تدير خانات راك راك محيتي الخاصيات ديال بعض الاشياء اللي ما غتدخلش في هذيك الخانه. اذا ملي انت وضعتي الخانات اذا اللي هو استثنائي في غدير دخلت واحد الخانه. اما الفكر الاسلامي هو حر، عنده الأصناف، اختلاف الليل والنهار، عذب فرات وملح أجاج، ليس الذكر كالأنثى، هما الأصناف. ولكن هادو راه غير إشارات باش كتنطلق من بعد الواحد البلاصة ما غتلقاش فيها الأصناف، ما غتلقاش.
المدخل الاول هو لانسيست سامبوليك، فسق المعنى. شنو هو هذا فسق المعنى؟ لانسيست سامبوليك. لانسيست يعرفوه العديد من الناس بانه هو زين المحارم. لاحظتي ما لقاوش العربية كيفاش يترجموه، ترجموه لانسيست باش ترجموه بزين المحارم. دولتو عندها واحد المفهوم هائل يتسميه لانسيست ايماجينير. تخيل دابا يمشيو يترجموه، غيترجموه بالزين الخيالي. انا ما غنترجموش بعد، الله يجيني هاد الترجمة ديال اخر الصيحات وديال احتراق النفسي ولا ما كيفاش قالوا ليها. ها كناش قلنا داك الشاب الاحتراق النفسي، البرن اوت الاحتراق النفسي، معلمي معلمي. يعني كتجعل الانسان يعيف يسمع المصطلح، يعيف. خاصة حنا العرب الامازيغ ذواقة، واقل المقام الموسيقي. شنو كتسمع مقام موسيقي مخدوم كترفع، واقل تجويد كنسمعو، كنسمعو واحد المقام خارج من صوت المجول المقرئ تترفع. ملي تجي تسمع الاحتراق الداخلي الاحتراق النفسي تتعيف ودنك تتكمش. لانسيست ايماجينير ولانسيست هذا ما يسمى بزين المحارم، هو تحصيل واحد المتعة اللي كتفعل في الواقع في الجسد. الجسد كاينة ولكن في انها غير معترف بها وغير صالحة وما غتعطيش شي حاجة صالحة. دابا الانسان الله يستر مارس مع امه ولا مع اخته ولا مع بنته ولا مع اخوه، راه اللذة غتحصل لان الجسد هذا. ولكن تخيل الكارثة ملي غيبغي يعطيها معنى كي غيدير ليها. انسان مارس مع اخته وحملان كي غيدير ليها؟ ما داروها الفراعنة القدامى، داروها في روما القديمة، شنو عطات؟ شنو عطات؟ لهذا دولتو مشات استعملات لانسيست ايماجينير. انا ذكية عبقرية هذيك السيدة. شنو قصدات؟ قصدات لافيلياسيون فونتاسماتيك، هذيك الشجرة في الانجاب ليست من حيث الواقع ومن حيث القانون، من حيث الوهم. شتي كاين الجنون، كاين الواقع والحقيقة وما هو صحيح، ووسط منهم كاين الوهم. شتي الوهم الفونتاسم. سيدنا رسول الله قال لك لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى، ما تأخذش على أمة سيدنا محمد ما تحدث به أنفس المسلم. ها هو راه شار لينا هنا الوسوسة النفسية واللغط الوهمي، راه تكلم عليه اللي قال الله سبحانه وتعالى راه ما غيقيدش عليكم ما غيحاسبكمش. ما تحدث به نفس الانسان ما دام شو الشر ما لم يقل او يفعل اتباساج لك وما تسميه. اما هذاك الشيء اللي كيروج ذاك اللغط من 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 خطاب نفسي ومن صور نفسيه، ها هي وسوسه النفس اللي غادي ترجموها العارفين بالوسواس القهري. بون شدوا لا ستركتور اوبسيسيونيل وشدوا لا ستركتور بارانيو كلها اللي تكلم عليها داك العالم لاكون، وغيحطوها في واحد الخانه سميتها الوسواس القهري. دونك سي كوا سي توك ولا سي لا ستركتور اوبسيسيونيل ولا لي دو؟ شنو هما الوسواس القهري؟ شنو هو؟ وعلاش استعملوا الكلمه العربيه الوسواس؟ كان كعلماني كيحترم نفسه ما غيمشيش الكلمه عندنا حنا مستعملينها في الفكر الاسلامي، غيمشي لكلمه اخرى. ما خصوش يقول الطبيب النفساني، خصو يقول الطبيب العقل الباطني، خصو يقول طبيب لا شعور. علاش مشى المصطلح هذا الفكر الاسلامي؟ ها شتي هنا شتي هاد البلاصه هادي، هذا هو لانسيست سامبولي، هذا هو فسق المعنى. هو ملي تستعمل واحد الكلمه عندها اصل، اصل معروف منين جاي عندنا حنا العرب، اصل كنعرفوها. الا مشيت تنتقتي بها نقولوا لك شكون مولاها، غتمشي عند اهل البلاغه يقولوا شكون مولاها،
غتمشي عند اهل الاعراب يقولوا لك البنيه ديالها، غتمشي عند اهل الديوان العرب غيقولوا لك النمط والبحر والبنيه. احنا هكا، احنا اهل البيان. البيان هو النطق، ما ينطق، ماشي البيان هو ديمونستراسيون. عند العرب المسلمين البيان هو النطق، هذيك القدره على ايصال المعلومه بالنطق، هذاك هو البيان. اذا لانسي سامبوليك هاد فيسق المعنى هو واحد الانسان يتعرى معنويا في الالحاف السؤال، لان السؤال بحال يد. ملي كتسال شي واحد بحال مديت له يد، راه السؤال راه يد معنويه، كتشد كتحل كتقبض كتجر. فلهذا حنا تنقولوا الجراه ماشي هي الوقاحه. الجراه هي عندك شجاعه انك تناول مواضيع حاره، مواضيع قاصحه، مواضيع شائكه، هذيك جراه. الوقاحه هي تتخلط علاقه جنسيه وتتهضر في القران وكتبين بانك عندك العريه وكيعفط، وقاحه هذيك نقلت ادب حنايا. اما الجراه ديك راه قوه العارفين، ما تيخافش هو انه يتناول واحد الموضوع. اذا هذا الشخص هذا في زين المحارم او في لا بيرسون دي ستركتوري كتلقى واحد الاشخاص يعطيك جسمه بسهوله، نسلو في فخدو ولا في صدرو ولا في فمو، تلعب فيه تعبت فيه تعنقو تجيب واحد بدون اي شرع بدون اي تقنين بدا والو. اذا شتي هاد الشخص غنعيفوه. حتى هذيك بائعه الهواء راه كتخلص عاد كتعطيك الاذن باش تقيس جسمها، ما خلصتيهاش شي راه حتى هي عندها قواعدها. وتخيل واحد المخلوق ما عنده قواعد ما تخلصو مول كتعفص فيه بحال هكا. شتي دابا غادي نطلعوا ليها المعنويا. هو السؤال بالالحاف، لاحظتي شوف القران شحال دقيق، كاين الالحاح والالحاف. شنو هو الالحاف؟ الالحاف هو ديك الملحفه كاين في حبابنا ديال الشمال، واحد الملحفه راه ماشي سلهام، راه كيلويوها عليهم. شتي في الشام كتشوف لابس واحد العيالات كيديروا واحد الملحفه يطلعوا بحال هكا حمراء، ذاك هو الملحف. شتي الالحاف كانه كيتلوى عليك، كيتلوى عليك يعني كيمس ذاتك المعنويه كيقيسها باي اذن. اذا شتي هذا اللي تيطلب النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك اللي يسال 40 درهما فقد الحف. بحال وقيه ثمن وقيه، شتي طلبتي شي واحد يسلفك وقيه ولا ثمنها دخلتي في خانة الإلحاف. شوفوا التهذيب ديال النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ قاس هنا. يقول له راه بحال اللي كتلصق علينا، راه بحال اللي كتلصق. دابا راك كتلصق. ما غنتقبلوش حاجة واحد كيتلصق. تبغي تبارك حتى واحد دير بينك وبينه مسافة. حتى لا قرب منك وكان زحام كتحس به بحال في الطاكسي مثلا راكب الناس في الطاكسي هكا. كتحس بأنه راه غايحي الزحام ولكن ماشي كتحس به كيمسد لك فخذه مع فخذك إلا بقى كيتلصق كتقول له المرأة سيدي أنت مالك كتلصق. ولكن إلا كان بارك محترم راسه وهي محترمة راسها عادي. ولكن اللي بدا كيش هذاك الإلحاف وهذاك التلصاق. هذاك راه ماشي حتى أنا راني خارج من الخانة ديال الطمع، الطمع صافي كلاسيناه. حنا دابا في بنية نفسية معنوية سميتها لانسيست سامبوليك. شنو الأصل ديالها؟ غياب المواضع المميزة والمتميزة بين الوالدين. شتي كتلقى واحد الأم عايمة على كل شيء في الدار، مريضة بالقلب، عصبية، مجعورة، يخاف منها كل شيء، لأنها عا كيدوي معاها كطيح لهم كريز، تدير 100 كريز ما كتموت. حيت اللي مريض بالقلب دار كريز الأول الثاني ثلاثة خصو يموت، هذا هما أصحاب القلب، فري. تقول له فلان ما تتعبش الله يجازيك راه حنا ما بغيناكش تموت، كيدير الثانيه الثالثه كيبان لك مات. ودابا تسمع واحد عدي القلب معاك 100 عام، انت كيفاش عندك القلب 100 عام؟ راه انا اللي عندي القلب انت ما عندكش. اذا كيف واحد البيوت واحد العنف عاطفي نفسي، كتلقى واحد المراه جهله جافله بحكم انها باغا النظام تطحن في كل شيء. ثم عندك واحد الرجل تما بحال هكا، شتي ملي كتخليش تمييز ما بين موضع الأم وموضع الأب.
ما كتخليش التميز، ما كتميزش وما كتتميزش، وما خصهم يتميزوا. تخيل ما تولي المرأة تلبس بحال الراجل والراجل يلبس بحال المرأة. دابا ولاو الرجال تيحلقوا حجبانهم وتيقادوا وجههم ياك، ولاو كيديروا الكريمات، قرايب بداو يديروا الفونتان، حتى انه كيديروا شويه ديال العكر ملي كيمشيو يديروا مثلا شي استجواب ولا شي حاجه كيحمروا شويه فمهم. يعني دابا تخيل في هذا البيت اللي ما كيتميزش الاب من الام والام من الاب، لا في الخطاب كيهضروا بحال بحال، هي ترضع هو يرضع، هي تبحبح هو يبحبح، ولاو بحال بحال يتشابهوا. حتى في ردود الافعال ديالهم هو الرجل عنده واحد رد الفعل كيميزو على المرأة، هو المباغت، هو راه عنده رد فعل واحد، راه ماشي رد الفعل ديالو هو يضربها ولا يعنف، لا 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 لا، هو راه عنده رد فعل ديالو الا كان من الرجال، هو المباغت، كيباغتها هي وكيباغت ولادها وكيباغت نفسه. كتكون عند بالها راجلها نعاس شويه كتفيق كتفيق في اللي كيقيم كيقيم ليه يصلي، مالك مالك علاش كاين شتكنطي نصلي ياك مولف تنعس، ايوا راه صافي مولف العس اللي وافقت شويه مولفه ديما كيفيق عيان شويه كنتفقت مع الساد الصباح لقيتو سالق البيض مع مرتي. شتي الراجل ديما تيباغت، راه مرجع ما يمكنش دير له واحد سيكونس وتقول الفاسو ريبيتي، هذيك السيكونس ديال تا 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 دو 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 تا تا تحفظها وتقول هذيك الراجل ما يخليكش تحفظ، ما عندوش سيكونس هو، هو الي ان سيكونسيال، هي المراه اللي سيكونسيال، هي تحفظها، هي راه عندها تدخل الدار غتبالك غتمشي لواحد البلاصه وغتحط صندالتها وغتلبس الطابليه وغتدخل الكوزينه وغادي ومن بعد غتمشي وغتبنى وغدير تحفظها، هي عندها بروجرام. لهذا انتم في كاع داكشي الالكترونيك باش تصنعوا لي كارت الكترونيك باش ديروا الزرابي باش كتقنوا لانكم كديروا السيكونس انتم النساء، الراجل لا راه يدير السيكونس ماشي ما يديرهاش، ولكن هو في الالغوريتم ديالو عنده لان سيكونسيال بشرط الى حافظ على المباغي. شتي في هذه البيوت ملي تيولي هو كيشبه ليها وهي كتشبه ليه او هي تتميع فيه هو تتميع فيها او كتعوم عليه هو كيعوم عليها وتيتخلطوا كيولوا واحد الخليطه واحد الخليطه، شتي هذاك الطفل بين يديهم غيعيش معهم الخليطه غيكون عندهم لانسيس سامبوليك، بمعنى انه كدوي هي وراجلها في زواج البنت وعندك واحد 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 الدري ولا واحد البنت ديال 9 سنين تاهي داخله كتعطي رايها في زواج اختها الكبيره، ولا كيقسموا الورد وكيعطي الدري ديال 11 عام كيولي عند بالهم راه ذكاء، عند بالهم راه تشاركي، فاش تشاركي وصيفتي عند النوتير يبيع ويشري، يلا صيفتي هذاك الدري تاع 9 سنين يلا، حيت ملي عطيه خديتي الراي ديالو وشعلتيه يشارك ويفهم خصو يقدر يقتل لنا العمليه في الواقع، اذا عطيه الفلوس ومشي للبنكه ويتيري ويسني ويجلس مع الناس، ولا ورينا شي واحد في العالم في اليابان في امريكان في اي دوله عطى لشي واحد صغير هذاك المقام. اما انني نجيبه يحضر القسمه يحضر عبر يتسقى كيشم يتعلم كيشوف عبر، هذاك راه فرق انه يحضر يتسقى من انني نوهم له ها حنا غنمشيو لاستركتور فونتاسماتيك. المدخل الثاني هو واحد الناس كيكون الرجل او المراه ما عندوش قدره على المحبه، عندوش ديال المحبه راه قدره بحال القدره على النكاح بحال القدره على الطعام، اللي كياكل هو القوي راه صحيح، راه من المرض ما ياكل يقدر الله يمدغ لا يصرف يشرب على الصوبه ويدير له تيو في حلقه، راه اللي تشوفه كياكل هذاك راه هو القوي، راه اللي تينكح هو القوي، راه كذلك اللي كيحب راه هو القوي، لهذا الله سبحانه وتعالى يحب العبد المؤمن القوي، لان القوي كيقد عليهم كاملين. كاينين الناس عنده قوه في الجسد عنده قوه فكريه ما عندوش قوه عاطفيه ما كايناش، هو مدرق ورا قوه الجسد مدرق ورا القوه الفكريه قارئ او قارئه وعنده فلوس ناجح تجاره، ولكن ملي كتدق عليه في باب المحبه راه ميت. شتي هذاك اللي بجنبه كما كيعرف كيفاش يوصل له راه ما عندوش المحبه راه ما عندوش، فتيبدا يقلب على الاشياء اللي كت اللي كت اللي كت اللي في عينه هو كتمثل المحبه. شنو الاشياء اللي في عينه كتمثل المحبه؟ هي الذهب هي الفلوس، فتيلصق له في الفلوس، هادو هما اللي قلت لك جبنيات مفعولين في الانسان، مفعول به ومفعول فيه. لاحظتي علاش بغيت تمشي للطمع؟ لانه كاتيجوري، هذا طماع كذا كذا سهل راه كلشي كيعرفو، الا ما تزربوش ما تقولش راه طماع حتى تشوف واش في البنيه اللي جاي منها من موباه. شتي هذاك اللي عنده لانسيس سامبوليك كتلقاه ديما تيدخل في الهضره يحشر نفسه في المواضيع
لانه باغي يفيد ولكن ما تيستأذنش، غتلقاه دائما هز الهم الناس بزاف، عائلته هز الهم بزاف، الختو وراجل ختو ولد خالت عمت باه وجارهم اللي شرى الحمار من عند جدهم قبل ما يموت، ديما هو عنده لي لي بيور كيتحلوا. هذاك راه هو الانسان الاسطنبولي، داك السحاب هذاك راه مؤازره ولا راه عاطفه، راه في المقربين اولى. الا ما عطيهاش المقربين راه ما عندكش، وماشي انت اللي تشهد بانك عطيها المقربين، هما يشهدوا لك. اما الاخر هذا اللي قاسي القلب من حيث انه ما انتبهش انه ما عندوش القوه على المحبه، هي راك تكتسب روح قوه العضل. انسان نرجو وقت وكلو هذا الريجيم سبيسيال ودير الرياضه وتشوف كي غيتنفخ، ولا شتي كيف الجسم كيعمر، ولا كيف كذلك القدره على المحبه كتخدم، ولكن خصو يوعى هو راه ضعيف فيها ما عندوش. فهذاك اللي بجنبه ما تيلقى كيفاش يقول له راك ما كتعطف عليا، راه ما عندكش نافذه. هنا ما داويش على لاكسيتيمي، ما داويش على الناس اللي ما كيعبرش عليها، حيت راه كاين اللي كيعبر عليها بشكل اخر، هذا راه ما تيعبر عليها والو وما تيعيشهاش وما قابلش الفكره انه شي. هذاك اللي بجنبه غادي يبقى يدور 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 والبنيه النفسيه غتفعل فيه. هنا اللي بغى يفهم هذه البنيه هذه خصو يمشي يدرس لا بيس ديال موليير لافار البخيل ديال موليير. موليير فهمها، عنده خصائص في المحبه وجعل المال وطالب المال لانه هو الحاجه اللي كتجعله يصبح محبوب فيه، فكيطلب دائما المال ولو انه عنده. اعطيني اعطيني اعطيني، لان ملي كتعطيه كيفهم هو بانه محبوب. هنا فين الاشخاص اللي كيسرقوا بلا ما يشعروا ليبتوماني، هاد الاشخاص كيمشي شي سوبر مارشي ولا كيمشي شي محل وكتلقى كيشفر جاك لاكو غيحلو، غيقول لك كانه كيتخلص منك بحيث حضر وما اهتميتيش به، وكيقتطع من الحاجه اللي عندك على اساس جيت وما انتبهتيش ليا وما عطيتينيش القدر ديالي، انا غناخذ لك هادي مقابل. قال لك شتي هاد الجوج هادو الا ما حديناهمش ومشينا غير لا بونسي كاتيغوريال ديال طماع يسال الالحاف، ما فهمناش البنيه النفسيه وما جعلناش نفسنا لانها كدوز هي وكتكون سبب مشاكل وكتكون سبب فراق وكتكون سبب طلاق. اذا ساهل نقول على هذا طماع، لا نقول لا ربما طماع او لا ربما كاين شي بنيه، لان السؤال هو كيفاش هذا بهذا الشكل وما تلاقيتي غير بهذاك وما تزوجتي غير بهذاك، حيت هذا هو اصل الاشياء، ها اسباب الاشياء واصل الاشياء وحقيقه الاشياء. كيفاش انت يا مراه مستوى وعائله وكتعرفي وكذا سبحان الله ما تزوجتي غير، اذا كاين شي حاجه في المعنى. مرحبا مستمعينا، غادي نتوقفوا مع فاصل كالعاده ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 52 51 52. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي ناخذوا اول مكالمه معنا. السي حسن من الدار البيضاء. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك بنتي مع مرحبا بك سي حسن تفضل. شكرا كنشكرك على هذا البرنامج. مرحبا بك خويا الشيخ بارك الله فيك. بارك الله فيك سي حسن، كنبغيكم وكنحبوكم. احبك الله ورسوله. مرحبا تفضل استاذ. عندي مرض مزمن. شحال في عمرك؟ 26 سنه. يقولوا هو سينا مرض عندك؟ ديجا دويت معكم ديك السيمانه اللي فاتت. مؤخرا قالوا لي راه عندك لاكغيف. وقيل بحال طرا عليا هادشي بزاف. الصلاة ما بقيتش كنركز عليها وكندير شي حوايج ماشي هما هذوك بزاف. لا اله الا الله. استاذ ما كرهتش كاع نجي عندك البير. الا كان ممكن ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا اخويا حسن. مرحبا مرحبا مرحبا. هو هاد الامر ديال اللي كنشوفو دابا حاليا كاين العالم كله كيمس هذا الامر واحد العدد من الناس من اصل عربي ولا مسلمين كيوصلوا لواحد الحد المشاكل تيحرق راسه.
انا كنشوفوها كل مره في الاعلام، مره مره كيبان لك واحد مشى وفرغوا واحد الدار حرق راسه. قانون، الناس عندهم ملك، مشاو بغاو ملك حرق راسه. واحد ما بقاش باغي المقاولات خدمو بطريقه قانونيه خرجات وحرق راسه. شنو تيبين هذا؟ تيبين ان واحد العدد ديال المواطنين ما بقاش عندهم معنى الحياه، حيت راه ملي كيتفقد معنى الحياه صافي ما كيبقى عندها لا حلاوه وكيولي منه العافيه. هو شكون اللي غادي يستعمل هاد ليمولاسيون؟ هما واحد الصين كانت خنقات واحد العدد ديال المعابد تبع الدلاي لاما، هادشي في الستينات والسبعينات، وكانوا هادوك الكهنة ديال هاد المعابد باش يثيروا انتباه ديال الرأي العام الدولي، كانوا كيمشيو أمام سفارات وأمام إدارات وكيحرقوا راسو. هذه هي الظاهرة ديال الليمولاسيون. بعد ما الرأي العام الدولي اهتم بالقضية ديال الدلاي لاما وتفتح حوار مع السلطات الصينية ووقعوا يعني بحال الشكل ديال الاتفاقيات، ما بقاوش هادوك الناس كيحرقوا نفوسهم. ولكن راه خصك تشوف فين تقاس، تقاس هو في المقدسات ديالو، لان هو عنده معتقد وكان ممنوع له يمارس المعتقد ديالو ولا يتعبد بالشكل اللي هو كيامن به. فاذا قال لهم صافي انا نقتل راسي، لان الا ما عبدتش بالشكل اللي كان امن لاش نبقى حي. انما الظرف الحالي اللي عندنا احنا في العالم العربي الاسلامي ما بقيوش المعتقد المقدس، ما بقيوش بغيتي تصلي راه عندك فين تصلي. ما كاينش واحد يدخل عليك لدارك يقول لك اش كتقرا هذا القران، اش كتصلي، ما عمرها كانت. وبالعكس لقينا وكنلقاو وحنا كنشوفوا ناس لقيت اللي تيضغط علو، اللي كيوقع له واحد الهزه كيحرق راسو. علاش؟ لان المعنى خصو اعمده، المعنى ما تيوقفش عند الانسان باللغه، اللغه غير كتوصلو، هو خصو اعمده. شتي بحال السقف، السقف ما واقفش دابا فوق راسنا، راه كاين هاد البودرات، شتي لو ما كانوش البودرات السقف يطيح علينا. شتي هاد السقف راه هو المعنى، دابا البودرات ينام. شتي هادوك البودرات هما المؤسسات. اش كيتسموا مؤسسات؟ لان فيها الساس كتأسس. إذا حنا واش عندنا شي مؤسسات كتهتم وكتحضي المعنى؟ يلا شوفوا في المجتمع العربي الإسلامي كله، من المغرب للخليج دوروا علو كامل، شوفوا أفريقيا كاملة، واش كاين شي مؤسسات كتعتني بالمعنى؟ تخيل إلا درتي في يوتيوب ياك غتلقى بعض العناوين لبعض الفيديوهات. الأغنية التي أحبها الغرب بشكل هائل، الأغنية العربية التي ترجمها الغرب بشكل هائل، تلقى بحال العناوين ياك. إيه هذا الغرب شكون هو؟ واش هو أمريكا؟ واش هو أوروبا؟ واش هو اليابان؟ واش هو أستراليا؟ هذاك اللي ترجم هذيك الجملة ووضع هذاك العنوان الأغنية التي أحبها الغرب، راه واخا هذا هو على بولونيا. عنده شي صاحب في بولونيا قال له ديك الأغنية اللي أنت نزلتي ترجمة بولونيا، بالنسبة له هو بولونيا كتمثل الغرب والغرب كله، وراه بولونيا وبولونيا والغرب واحد. لاحظتي ما عندهاش معنى هذه الجملة، ولكن هو ما التفتش ليهاش بأنها ما عندهاش معنى تيكتبها. في حين إلا مشيتي شديتي منذ تأسيس هوليوود بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، وتشوف الميدياتيك والفيديوتيك ديال جميع الافلام اللي صنعت هوليوود، غتلقاها كتمحور حول المعنى. المعنى، وتيكتبوا سيناريو مع خبراء وتيضبطوا، وكتلقى ملي تيلوحك فيلم كيرد البال واش المعنى وصل، ملي تلقى المعنى باقي ما وصلش غادي يخدم فيلم اخر، وغادي يجيبوا ممثلين اخرين،
وغيجيبوا دي زيفي سبيسيو اخرين وغيجيبوا موسيقى وحده اخرى باش يوصل لك المعنى. وملي غيلقى المعنى باقي ما زكاش غادي يعاود يصيب فيلم اخر وغيعاود يقاد اخر. حاليا اشنو هو المعنى اللي عندنا في المجتمع؟ ان واحد الجهات كتبغي توضع النقاب للمراه من الراس لرجلي. وعندنا في السينما اللي حاليا ناجح بشكل قوي هو لي سوبر ايرو اللي داير الماسك من راسه ورجله. واش هادو عندهم معنى ولا ما عندهم؟ من امتى المراه كانت كلها عوره؟ من امتى المراه كلها ماشي عوره؟ يديها ماشي عوره، وجهها ماشي عوره، رجليها ماشي عوره، العوره معروفه. اذا ملي الافغان او باكستان شغله هو هذاك، وشويه غادي يولي واحد الانسان واخد هذاك كمعنى، وشويه غادي نجي وغلقاو في الافلام اللي ناجحه عند مارفل ولا عند كل شيء لسوبر ايرو. سبايدر مان ماسكي من راسه ورجله، قالك باتمان ماسكي من راسه ورجله، غير هذاك ديزاين موديليزي ب 3 دي وهذيك محطوط لها واحد الثوم من راسها رجله. اذا هاد البرقه وهاد الماسك انا من حيث المعنى ما كنبقاش نشوف الثوب، انا كنشوف كيفاش تلاقاو في 2017، كيفاش صبحوا منتشرين في 2017، كيفاش كل شيء كيتحدث عليهم في 2017. انا ما كيهمنيش هاد الجهه اسلاميه دايرها للمراه او كتسمي راسها اسلاميه وهاد الجهه سينما، انا كنقول هاد جوج معاني تلاقاو، يعني كتسمى لا فونكسيون دو غان. لا فونكسيون دو غان هو لا غان هو هذاك الغشاوه. وحنا عايشين في واحد الوقت اللي تو الموند دي غان. ما معنى دي غان؟ دي غان هو جبد سلاح. دونك الصدفه هادي ان العالم من هاد الجهه كيبرز لنا واحد المعنى محطوط في واحد في واحد في واحد الشخص ومحطوط عليه معنى د لاكين غشاوه. وعندنا الافلام السينمائيه اللي كتخترق المبيعات وكتحقق نجاح، انتم شوفوها يخرج سبايدر مان كيطرى، باتمان كيطرى، شحال خرج من واحد؟ فاش خرج من واحد؟ وكيبقاو ينجحوا وكلهم لي سوبر ايرو سون ماسكي. راه لي سوبر ايرو معروفين في الديسان في البون ديسيني من لي زاني 20، عمرهم ما كانوا عندهم هذاك الرواج. ولكن علاش ولا هذا الرواج حيح في هاد لي زانين الاخرين؟ والصدفه غيتلاقاو هادو وجايه عندنا لاكان، ها المعنى وحاضر، هذا هو المعنى ميتوريميك المجازيه وحاضر لاكان. وشنو حنا في واحد المجتمع شنو فيه؟ ديكان. امريكا تمشي تحرك قدام بوليسي تيرفك غادي يسولك. امريكا لابسه وقفك بوليسي وخرجتي من الطوموبيل تقول له مالك؟ قتلك. ما تخرجش من الطوموبيل، ما تحركش حتى تحط يدك فوق الفولون، وبقى بشويه ويوقف حداك ويجي عندك وتا يقول لك خرج يدك من الشارجون وتخرجهم، ويقول لك بشويه بليد اليسريه، سير بليد اليسريه، جبد الوراقي، انت بشويه خرج صباعك، وشوف تشوف الى ما يزقلكش. شوف تشوف. عجوز تقتل مؤخرا في امريكا، عنده هذاك الصليب مسيحي هو، عنده هذاك الصليب مخشي في قميجه، وقف عليه بوليسي بغى يجبد الصليب ديالو من قميجته ويتيري فيه. ملي شاف السيد طاح مات قلبش غير يجبد، قال جبد غير يخرج على الصليب، كان طاح له في قميجته وقاسلو لحمو، بغا يخرجو لاخو تيلافق. داكان. إذا دابا شنا هو هاد المعنى وشنو هي الأسس ديالو؟ كمؤسسة اجتماعية ما عندناش وما بغاوش. ما عندناش وما بغاوش. علاش ما بغاوش؟ باش يخليو الساحة الاجتماعية سوق للأصوات قادرة وصالحة للشراء. حيت ملي تيكون انعدام التأطير إذا الرواج كاين في التخرويض، والحوت ما كيبغيش المصافي حيت غيشوفوا المفترس. الحوت كيمشي يعيش كيبيض وكيولد في الماء المخرود باش المفترس ما يشوفش لولاده. فالمفترس مطور ما كيقلبش هو في الحوت في الماء الصافي، تيعرف غيشوفه والحوت غيهرب. كيجي له في الليل كيجي بجنب الماء المخرود كيبقى غادي جاي حتى تدخل شي وحده كيشقمها. دائما فيما تشوف بس مخرودة عارف المفترس هو اللي باغي تخروي. دائما انا كنشوف هذاك المفترس هذاك القرش فين داير. اذا دابا هنا واش عندنا مؤسسات كتصنع المعنى؟ طه حسين توفى، عباس محمود العقاد مشى، واحد العدد من المؤلفين لان هما اللي كانوا كيرفعوا المعنى ماتوا.
الصحفيين تقالوا الكبار اللي كان كيحط لك مقال يزازع به مؤسسه ما بقاو لو دابا واحد العدد صحفيين محترمي للناس الاعلام واحد العدد صحفيين الجوا والعشاء عنده الجوا عنده العشاء غيكتب عنده الجوا ما عندوش العشاء ما يكتبش وكاين الاعلاميين المحترمين اللي باقي عندهم خط تحرير كيحترموا المبادئ ديالهم وتيخدم شغله التلفازه وانتم ما كتشوفوا من المغرب الخارج باقي نحن في لالا العروسة وفي سي العريس وفي احترامي للناس انا راكم عارفيني الناس ما عندي معهم مشكل اللي كيهمني هو اشمل معنى اشمل معنى باقيين دابا السبت والحد غتجي دير واحد البرنامج غتلقى اربعة كيجريو في واحد الطابي عاد بانت لهم الرياضة نهار السبت عمرك ما دير داك البرنامج نهار اثنين الصباح الناس اللي يجريو نهار اثنين الصباح والسبت اللي جالس مع مرتك ولادك تبغي شي سهره وتبغي تفوج عندك سهره مره في الشهر ونفس الاغاني نفس الاغاني تتعاود كل سهره نفس الاغاني اذا عندك دو فويس كي يساعدوا الناس وكيدخلوا ظهر ملاير لان العروسه كتساعد الناس وكتدخل ظهر ملاير علاش ما نعطيوش للمشاركين نصيب في الاشهار اللي باغي تكون حقاني نقول سيدي الحسابات ديالي انا كندخل مليار الاشهار مليار ونص الانتاج مقيوم عليا بالقد والقد ولكن ملي كتستعمل وكتحرك المواطن حنا كنتكلموا مع ناس دخريبكا واش خريبكا مستافده من البرنامج صيبوا لخريبكا جرده ملي كتستعملوا سميتها لان كاع ناس خريبكا راه غيتحمسوا يسمعوا سميتهم حنا كندوي مع ناس طنجه ملي كان البرنامج ديال جيلوكس في الستينات انترفيل كيسمي المدينات واش كان كيدير كيلوكس ولا كان يدير منافسه ما بين المدن منافسه رياضيه وثقافيه كبيره كان ما كيخرج منها تيخلي ليها بارك شي هذيك البلاصه اللي كدير فيها المنافسه كيتستثمر اموال كيدار بارك على قدو قدو قداش فيه التزحلوق فيه الماء فيه كل شيء شتي كدار البرنامج كتسجل الحلقه كيسالي الموسم كيمشيو كيخليو المدينه بارك على قدو اذا ملي كان لوجو كيتسمى انترفيل وكانوا كيتسماو السميات ديال المدن راه كانت كل مدينه رابحه على الاقل بارك اذا كان هنا تنافس المدن عنده معنى كذلك اكبر برنامج فني عربي عرب ايضا دو فويس وجي انت المغربي وسير انت التونسيه وجي انت الجزائري وسير انت الفلسطيني وكذا 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 صوتوا مازي هذاك الشاب اللي مشى الى خسر في محنه الى نجح في محنتين انا كنعرف شباب هما محبطين الان مشاو ضيعوا وقت وحلم وحماقوا دابا راهم مفروحين راهم قلوبي عرفتي تشد واحد اربعه الاسابيع ولا خمسه ولا سته شاب ديال 19 عام ولا 18 ولا 17 وتبقى له بالميك اب وتهزو في الطونوبيل وتعيشو كنجم تخيل وتديه لوطيل وتحط له هذاك البيج فيسبوك وتنزل عليه كوميونيتي تكتب عليه هذا هو الماركتينغ انت عندك الماشين اله ثقيله ديال الماركتينغ قد الخلا وكتهز واحد ضعيف كتردو نجم وانت كتدخل على ظهره الاس ام اس لانه ورا تعيط لامه تعيط لصحابه ووصيو الناس يصوتوا عليا وهذا وكتلقاه كيسجل فيديو عافاك المغاربه انا كنمثل المغرب تاولي شكون اللي قال لك مثلت المغرب تاولي اش كتقول هذا راه هو العنف الرمزي الثقافي اللي كندوي لكم عليه فشتي ملي المعنى كيتفقد اش كيولي غير استهلاك مادام حنايا في واحد المجتمع اللي كلشي مغلف بلاكين وفيه الديكان يعني تيري يعني ترى عنف العنف راه كيقتل المعنى ديال الانسان اللي هو تواجد في الارض باش ياكل ويشرب ويداوى ويعيش ويتزوج ويتكاثر ويموت هذا المعنى راه تهرس لقيت اللي كثروا البواخر في المحيط بداو البارين كيلوحوا ريوسهم في الشواطئ حتى دارت دراسه ثقيله من ناسيونال جيوغرافيك على لي كولوار دو ميغراسيون وشكون اللي غيتراسها واحد الفونداسيون قد قداش في كاليفورنيا لان هي هذيك لي بالين كيدوزوا من كاليفورنيا السواحل ديالهم وكيجيو السياح من العالم
كيشدوا الصف واحد البواخر كيصورهم كتدخل كاليفورنيا فلوس مزيان. قالت هذا 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 الا ماتوا لي البارين في العالم ما يبقاش يجيو عندي انا هنا، غادي تمشي لي هاد لامان ديال هاد التوريزم. هما يمولوا واحد البرنامج، هما يتراسيو واحد الكولوار سميتو لي كولوار دو نافيغاسيون ديال لي سيتاسي، وكيتفاداهم البواخر. شكون اللي تراسها؟ فونداسيون من كاليفورنيا. عندك تحبها فقط الغرض بيئي، الغرض سياحي مالي، واستافدوا منه لي بالين. دابا حنا خصنا نديرو بنادم بحال البالين، واش صالح يبقى حي ولا خصو يحيدوه؟ خاص الناس اللي عندهم فلوس والناس اللي عندهم قرار يبركوا يفكروا واش بنادم صالح له ولا ما صالحش له. حيت الا مشات بنادم ما عطيتيش معنى راه ماشي غيبقى يحرق راسه، راه غادي يبدا يطيحوا لكم بحال النمل. شرا بحال البالين تيخرجوا ب 100 بالين تيلوحوا راسهم في لابلاج، وما فهموش العلماء علاش لي بالين تيلوحوا راسهم. واحد قال لك حقا فيروس، الاخر قال كذا، تجات هذاك السونتر فونداسيون كاليفورنيا قال لهم حبس، راه هذوك لا ريزونونس ديال الباطوات لي كولوار ديال النافيغاسيون ديالهم كتضرهم في راسهم كتحمقهم، غتبعدوا لهاد الكولوار، غتبعدوا عليهم، بعدوا عليهم اللي بغا يبقاوش كينتحروا. دابا حنا كذلك شنو هي المقومات اللي كتوقف بنادم من حيث المعنى؟ واش خصو خدمه؟ واش خصو يقرا؟ واش خصو دار؟ واش خصو يتزوج؟ واش خصو قرض؟ واش خصو قروده؟ شنو خصو؟ خصو اول حاجه يتحترم من حيث الذكاء ديالو، عنده عقل كيفكر كيفهم، خصو يتحترم من حيث الذكاء ديالو. صحفيه واحد البرنامج اجتماعي القنوات المغربيه تدوي مع امراه ديال الشبكه تقول لها ياك ولدك رقم ثلاثة هذاك، ياك رقم ثلاثة. حنا كنقولوا لشي ام هذا رقم ثلاثة، حنا كندويو مع والدينا رقم ثلاثة. ومسكين هذيك المراه الو حنا معك في التليفون، هذيك اللي تزوجتيها ياك مشات معك الخارج ونصبات عليك، ياك عاودنا عاودنا عاودنا. كاينش مقدمة، كاينش مقدمة مباشرة. الو كاينش مقدمة، مقدمة رحنا غنربطوا الاتصال بواحد المواطن ساكن في كذا، وتحاورنا معاه أربعة النوبات وخمسة وعطانا معلومات كذا وكذا وكذا، واليوم المكالمة اللي غتسمعوا هي واحد المقطع من المكالمات اللي دوزنا معاه، وهذا المقطع هو شهادة غيدليها لنا وغتسمعوها من الوسط. وقدموا لأنفسكم، لأن لما قدمتيش راك تغتصب، ها هو عنف. إذا لاحظتي المعنى ما كيهمش، عفط عفط. برنامج قاعدة مزيان، جبنا فقيه. عمرك شتي برنامج مسابقة جا فقيه؟ داز يلاه داز، جا فقيه. هذاك الفقيه شنو دوروش محلهم الإعراب؟ شنو دابا جاي يدير؟ جاي يشهد ولا جاي يبارك؟ إلا جاي يشهد راه ما خصو يكون عارف، حيت راه مول الشهادة راه مسؤول، خصني نكون عارف كل شيء باش نشهد. إلا ما عارفش كل شيء ما نشهدش. إذا جاي يزكي وجاي يبارك. إذا ولينا حنا بحال المسيحيين من اللي تيبغيو يصنعوا واحد الباطو كيجيبوا واحد الرهبان مسيحي وكي إيفا بينيغ لو باطو. عاد لو مير كيلحوا له قرعة الشومب. ها هي العولمة دخلت عندكم المسلمين. عاد هذاك ملبسينو كسوة ديال الكنيسة، وهذا ملبسينو جلابة، هذاك رجل دين مسيحي وهذا رجل دين مسلم، ولا تعدوا نفس الوظيفة كيجي كيبارك. إذا لما كاش كيبارك إذا جاي يشهد. باش انا كندوي عليك الفقيه كنقول له واش تفاهم اش درتي؟ واش تفاهم المعنى اللي درتي اسير الفقيه؟ ملي تدير البرنامج ولابس جلابيه صفراء ولا ودير الطريبيش ديالك وشاد الميكرو وكتقول كذا وكذا وكذا، اشنو جيتي دير؟ هلا شاهد واش عارف؟ خصو يكون عارف شحال الاشهار وشحال الميزانيه وشحال 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 وشحال، ويدخل في التفاصيل كلها. عاد يقول لهم انا غنمشي، خصني نتاكد، لان احنا مسلمين ما كنشهدوش هكاك في الخوة. غادي يقولوا لهم انت واش خرج لك العقل؟ ماكش باغي تاكد اش هاد الجوا فيها جدر يا راجل، يجي يدوي لنا جوج كلمات تخربق. اش خصو يقول لهم؟ الا كان مسلم حر لا ما جايش، الا جا الا جا. شتي؟ اذا دابا هنا ما كيهمش المعنى، اللي كيهم هو المظهر. عدو الزغب جلابه حامل شويه من الكتاب الله حامل القران، جاي من واحد الجهه اللي عندها هذيك السميه، اذا كيمثل المعقول كيمثل كذا مزيان. حتى المعنى ما كاينش، ولكن الصفة والتسيفة كاينة. الناس عياهم من هذا البلايص، هذا هو المؤشر علاش الناس كيتحرقوا. ردوا البال، سيدة مؤخرا النواحي ديال بن حمد، راكم شفتوا في الإعلام الأسبوع الماضي، كاين حكم بالإفراغ، محكمة قوة، العمالة قوة،
العون قوة، البوليس قوة، السيدة مريضة. ناس مدقدقي قبل ما نصيفطوا القوة كنمشيو عند الجيران وكنصيفطوا هذوك الناس ديال ديك البلاصة كنقول لهم الله يجزيكم بخير دوينا مع هاد الناس ماشي حيت خايفين منهم حيت كنهيئوهم وكيمشي معاهم الانسان للدار يدخل دارهم ويبرك ويقول لهم الله يجزيكم بخير راه كاين واحد الحكم راه كاين كذا ما بغيناش ننزلوا بالقوه وهذيك المراه كتسمع الخبر كتسمعوا وكتلفز وكيقول لها الجيران واصبر اشري فار الناس مالين الارض ودارهم وكذا وكنعاودوا القضيه النوبه الثانيه وتنعاودوا النوبه الثالثه وتنهيئوا وتنديروا احتمال انه يخرج لنا واحد بيست نديروا احتمال انه واحد يتفروح لينا وملي كنجيو بعد ما اطرنا وبعد ما هيئنا وخدينا الوقت ربي يجيب لك التيسير وكيمشي وكيتيسر لك الانسان يشكرك يقول لك ودي خديتي بيدي وصبرتي معايا ولا كيتعنت وانت كتجي معك لامبولونس وكتجي معك الممرضين وكتحضر معك كاع كل شيء وعاد كتجي كتقول ودي ودابا انا استنفدت معك كاع وسائل العرف وما بغيتيش تخضع دابا راه غنستعمل معك الاجراء بالقوه ولكن غتحميه من نفسه بعد ما غتشوفوا غيدير شي حاجه يشدوه الممرضين ولا كذا ولا كذا الا حنا عنده حكم مشى سناه هز القوه بالقوه مشى نفذ على من تحتي الاسلوب طريقه اسلوب طريقه لانك عارف الانسان راه مابقاش عنده المعنى راه الانسان ولا كيحركوا غير الهزات غير البولسيون تيجوع عاد كينوض يقلب يطيب كيتخلع عاد يقلب يامن راسه تيخصو لي بولسيون راه بحال سي المستوى تحت من الصفر ديال الذكاء اما الانسان اللي فهم وعنده معنى هنا السي حسن عنده مرض عنده انغريف شنو المعنى ديالو ديال انه تيعاني شكون اللي غيدير له السند شكون اللي غيدير له السوتيا مورا شكون اللي غادي يفهم له شحال باقي له الوقت ربما لما داش غير فاش غيموت غدا ولا من شهر ولا ثلاث شهور شكون اللي عطى له تتبع على الاقل هيد المفهوم هيد المفهوم يفهموا الانسان علاش نكثروا على الاطباء ديالنا في المستشفيات العموميه حتى يبقاش عنده الوقت باش يعطي الخاطر لواحد يا اما نقولوا للناس حبس السبيطار عمر كي عنده طاقه الاستيعاب ديال 100 وصل ل 150 ما نزيدش لا احنا ما نقدروش نقولوا حبس وما نعتانيوش يا اما نحبسوا ما يدخلش فوق 100 ونعتانيو ب 100 ونقولوا الاخرين ما تدخلش اسيدي و100 تعتنى بهم مزيان واما تحلو وتكتب راه ماشي سبيطار كتب هذا رون بوان دخل ضرب دوره وخرج اذا ملي الانسان كيعرف المستشفى راه هو العنايه راه هو التوعيه ويجي ويلقى 30 واحد واقفين على طبيب شحال خصو باش يشوف 30 واحد 40 واحد جوج دقائق اربع دقائق حل فمك دور عينك حل صدرك كحب جلس خرج باقي ما قال له تسميتو راه سميه ما عارف شغلوش هو الفرميه غتكتب سميه في كل واحد خلاص انت اسهال وقف حل سخانه جلس برد خرج عينيا كيف ما خصت من الاحسن نجيبو روبو جابون كصنع روبوات مرحبا غادي نتوقفوا مستمعينا مع فاصل مع عناوين اخبار نهايه اليوم رفقه طارق بشلام تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر من خلال المكالمات الهاتفيه بكل وضوح معنا سي ابراهيم من قرسيف السلام عليكم مرحبا سيدي صديق البرنامج مرحبا سي ابراهيم الله يعاونك اخويا الحبيب ديالنا يا ربي امين احبك الله ورسوله اخويا غادي نبرصك شويه النهار ابدا الله يعطيك الخير وبارك الاستاذ مرحبا اخويا واحد صديق ديالي من 75 وجد البلاد انا دابا ولا الرشيديه وساكن في قرسيف والصديق ديالي زعما بحال الخوت هو عطاه ربي شويه الفلوس وحيد شويه العقل لا عطاه ربي الفلوس وحيد العقل لا حول ولا قوه رانا تلاح على واحد البلاد ودا في الاستاذ غادي نشاور معاك هذه غير مشاوره تلاح على شي بلاد الذهب بالدافونيه وشويه بالفلوس وشويه بالعيش ما طلق قبيله غيرت عليه استدعى وصلوا لقد ولي برام غلبوه صافي ما بقى له ما رانا باش نكسر لك دار في واحد العرس هذاك الدوار الله اعلم جاب الطوموبيل في الليل قال لهم اودي هرستوها لي ودخل شي خمسه الناس للحد اعوذ بالله ومشيت لعندو الناظور يا استاذ ديالي هذه واحد ست شهور قلت له الله يهديك السموح لنا راه واحد قادو الامور القبيله راه كلشي معوج خوتك ما كيهضروش كلشي راه مرود قال لك اخويا ابراهيم غادي يجي ما جاش عندي
وفي التالي مشيت عنده دقيت عليه في الدار مع الظهر خرج ولاده قال ما كاينش. لا حول. دابا بغيت نتشاور معك واش ندير شي محاوله اخرى ولا نمشي ندخل سوق جويه سي استاذ. واسيدي ابراهيم شنو نقول لك؟ زيد اخويا زيد حاول زيد. ياك اخويا استاذ. ما استطعتي ما تيأش. الدوار شي ما كيهضر مع شي. وانا عندي الثقه في الدوار لو كان نمشي نقاد الامور ان شاء الله بيحاول ان شاء الله. الله يوفقك. ولكن هو ملي نمشي دقيت على دارو هو كيجي عندي الترقل هو طلع مرحبا به. ملي نمشي ندس عليا واش ما كان ما يصاوب. لا 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 زيد كمل اخويا عافاك ما تيأش الله يجازيك حاجه اللي فيها خير الناس مرحبا يا قادر اخويا زيد الله يجازيك زيد الله يعطيك الخير لا حول ولا قوه الله يكثر مثالك اخويا الله يكثر مثالك ناخذ هدى من مراكش مرحبا لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خير انا سيدي واخيرا مرحبا لله هدى هبطت من الدرج طلعت امشي عليك امشي مرحبا امشي لله خذي راحتك امشي عافاك اختي عندك تزلق الحمد لله امشي احنا في الوطن ديالنا بحالكم الله يكبر بك اختي هدى وبالاحرى عندنا انت بارك الله فيك احبك الله ورسول الله هدى امشي يا لاله ابو مامون نعم لاله عيطت لك اصريت اليوم نعيط كنقول شك فوا غنعيط اليوم غنعيط غدا ولكن لا لا كان ممكن من البرنامج ديالكم ايش تنكمل هضرتي عيب شويه اختي عيب شويه عليك خذ وقت وخا عيب شويه عيب شويه عيب شويه لا حول ولا قوه الا بالله اولا الاسماء لا تهم اسم سميتي عبد ربي فقط هذا اولا في عمري 26 سنه وخا الشهادات حتى هما ما كنعترفش بهم ولكن باش تحل المشكل ديالي غادي نقول لك اش الشهادة عندي الوغ عندي الاجازه في القانون بالضبط الخاص النقط اللي بغيت نهضر عليهم اليوم هما جوج نقط انا ماشي مرتبكه حيت تنهضر غير شويه غير نهجه انا طلعتي كتزري الدروج ما كنتش قاعده تنطلع من الدروج الهيبه ديالكم اولا الله اكبر حبك حيت الحمد لله يا ريت ان نلقى اي واحد الكلي اللي لقى اللي نمشي عليه لان توضرت كنت كندير اي نشاط اي حاجه كنت كنديرها بقلب فرح انا ما تفكرش فيها تنسيت نفكر في التنفيذ كنديرها دابا بصعوبه جدا النقطة اللي دويتي عليها البارحة على المصدر الله يرحم ليك الوالدين فيها هذه النقطة الأولى الله يرحم ليكم الوالدين فيها الباب اللي كتسدوه على وجه الطلبة كتسدوه قاسح بالجهد كيتسد على وجههم قاسح بالجهد هذا اللي بغا يكمل قرايته للعلم بغيت نقول لك باش نخدم من الانسان تيقول لك عنده واحد الهدف وعنده واحد الطموح باش يقرا اوتوماتيك موراه غادي يخدم لا انا تنحب العلم لاجل العلم يا ريت من الجهات المسؤوله راه اللي عنده 10 اللي عنده 11 اللي عنده 18 الكفاءه هي المهمه حتى في امتحان الشفوي ولا امتحان الكتابي ارجوكم تعطينا فرصه الكفاءات واش انت فاعل واش كدير شي حاجه في حياتك واش منطلق هذا من جهه هذه قضيه حياتي اللي دويت لك عليها دابا ودابا غادي ندخل معاك لواحد الباب اللي هو اقصح من هذا ملي كنوصلوا الدار بغا تريب هكا الدار بغا تريب ما تيبقى لا احترام ما بين الام وولدها حنا اختارينا نهربوا او بالاحرى انا هربت بغيت نبني راسي بقرايتي بغيت نبني راسي بشي حاجه مشروعه دعيت الوالد باش نعود ناخذ 4 دريان نصير بها على راسي طقت واحد الباب اللي انا ما كنتش بغيت نطرقه ولكن اللهم خير الامرين اني ندعيه ولا نمشي الى اخره ما بغيت والو في حياتي الزواج ولا لا انا بغيت نكمل هي قرايتي لاجل بطبيعه الحال قرايتك باش تبني راسك صعيب عليا نمدي ديال شي حد سمعتك واحد النهار كتقول لا والديك مدي لهم يديك الاب انا راه ما عنديش كي قلت لك دابا كندعيه باش تناخذ الصير ديالي تحت بناء على طلبه هو اللي قالها ليا الا بغيتوني سيروا دعيوني الاخ ديالي ما عندوش الحق يدعيه انا اللي دعيته لان عنده 25 سنه الله يهز به ولا الله يقلب به لانه بيقلب المركب
الام ديالي حاربت ما خلات ما دارت، درنا مشروع اول مشروع حتى هو بايريب وما قربش يكمل شهر 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 عباد الله. مشروع ديال السياحه الناس كيطلبوا يا خبزه، الخلافات اللي كانت بيناتهم شحال هذا أو الاستقرار الاسري اللي ما كانش هما جروا معاهم لمشروعهم. انا خارجه على الوراق، انا قلت لهم بغيت نبقى تشوفتكم الله يسخر لكم، امي واخو قلاب الباسك ولا شقلب وقتك بديتوها عليكم ولا قلبتوها عليكم. انا عندي غير هدف وبني ذراعي بذراعي ويجي بيجي لا سوقف فيكم، ولكن ضروري من النار يقيسك بها لهيبة، ضروري ما يقيسك، ضروري ما تقيسك العافية، ضروري ما أنا ساكنة ما بغيتش نقول معانا ولكن مع العائلة كوزينتي وبيتي، بيتي وكوزينتي، كوزينتي وبيتي. أنا ما بقيتش نثق في حد من العائلة، وجبت من العائلة وليت شادة عليا. دابا واش انا هذه مرحله وبقى فيا راسي، علاش ما بقيتش الاسم، ما بغيتش نقول الاسم ديالي لان مشعر، علاش ما بقيتش فلانه اللي كنت، علاش ما بقيتش صافي داك العمل الخيري اللي تنديرو في عائله جمعاويه كلشي تضرب ليا في الزيرو، ضربتو انا في الزيرو. راه الا ما ضربت واحد المجهود نفسي كبير كبير باش نهز سوارتي ونخرج ونبين للناس، مش تنبين خاصك تكوني هكاك مجتمعي. الى عرفت النقطه بالضعف ديالك ما يرحمكش منها. انا دابا المهم واش استاذ نختصر لك الموضوع او نقول لك اشنو اللي محيرني او شنو اللي هز اللي صافي تفرقعت. عباد الله مشروع باقي كاع ما كمل شهر ديال السياحه، دوك الخلافات اللي بينها وبين ولدها ولا بيناتهم عباد الله دايرين ايه بيناتهم. هو تيقول ما بقاش عندي العائله نظرا لترسبات كثير احنا عارفينها، ايه ما بقى لا اخ لا تيضرب على راسه تيضربوا واحد كله تيضرب على ماما. انا عارفه الله يحسن العوان ربما ولا فيها الوسواس القهري. اسمح لي يا شقا بشويه انت احنا من خلال داكشي اللي شويكيكا كنقرا في الكتب شي شويكيكا عرفت بان امي ربما مريضه بالوسواس القهري. مشيت قلتها ليه انا عندنا كارثه في الدار وكنت عباد الله عندنا كارثه في الدار. جايب بنت الناس معليش ما فيها باس، درنا فيها خير درنا فيها حسنه بعيده على والديهم كتكمل قرايتها معنا ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين على الاقل على راس الرحيل. ولكن هذيك النقطه اللي كترضى ملي كترضى شكون اللي جاب هاد البنت؟ باك ولا خوك؟ نعم شكون اللي جاب هاد البنت ودخلها للدار؟ باك ولا خوك؟ خويا انا الاب ديالي فارقين مع الجوق الله يمين. وخوك دخل هاد البنت باي صفه؟ هذيك البنت باي صفه خليني ساكته، باي صفه غادي يقول لك لا غادي تجوز بها راه مرتي. البنت باقا درويشه على ما قلنا عليها والو. خليني ساكته. الله على بنتي ودا لا حول ولا قوه. قول لي شحال الكلفه ديال دراستك في الشهر؟ نعم شحال الكلفه الماديه باش كتقراي؟ شحال؟ لوس؟ شحال؟ لا انا كملت الاجازه ديالي ودابا انا كان املي كله في الماستر. انا علاش بديت النقطه الاولى ديالي؟ لا حيت قلتي داعيه باك، واش مازال داعيه دابا؟ مازال كدعي؟ انا كل نهار لا بلاتي انا شديت النفقه الاولى الله يرضي ودابا درت لي مواصله التنفيذ ديال النفقه. شحال تاخذي من عنده؟ الله يربي. المهم قول لي شحال 250 درهم 300 شحال؟ دار لي القضاء 500 درهم للشهر. كنخليها حتى تجمع عليه. راها مسمومه هدى بنتي راها مسمومه. راها مسمومه راه كتاخذي السم. راها مسمومه كناخذ السم حيت هو اللي بغاها. هدى الله يرضي عليك. اسمح لي يا بنتي الله يعطيك الستر. اسمح لي هو اللي بغى الحرب. اسمح لي يا هدى الله يرضي عليك. دابا غتحاربي وكتحرقي هدى، كتقتلي في هدى. شتي يا بنتي الحنين قد ما يقصى قد ما يأذي راسه، شتي الرقيق قد ما يدير الغلظة قد ما يأذي راسه، شتي المحنة كتقوي الحنين والرقة كتقوي الحنين، شتي إلا مشى حتى قصى هو الأول تياكل العصا. شتي بحال شي واحد مشى تيهز الجمرة كتحرق بها يدك باغي تحرقو وبلا ما رديتي البر كتحرق في يدك. 500 درهم أبنتي أنت عندك 26 عام مراكش معروفة بالسياحة وبالضيافة،
حاليا كاين واحد المشروع كيعرف واحد الرواج وواحد النجاح كبير في اوروبا، ممكن لك بنتي تخدمي فيه من غدا. هو كاين مواقع في الانترنت اللي كيتسمى لا ريستوراسيون ا دوميسيل، واحد العدد من السياح عياو من الوطيلات وعياو من الريستوران، بغاو ياكلوا الطعام اللي كياكلوه الناس في ديورهم. وداروها ناس فرنسا وفي اسبانيا وفي ايطاليا وفي رومانيا وفي انجلترا، ودخلوا منها فليسات، حتى ان لوبيات ديال لوتيلغي في فرنسا مشات رفعت الدعوه على دوك ليسي وما ربحاتهمش. السلطات حماهم، قال لهم لا، قال لهم لا ما فاتحينهاش كتجاره، كيدخلوا جوج ديال السواح ثلاثه في الاسبوع ولا اربعه في واحد. كتمشي لهذاك الموقع، ما عنديش الحق نقوله ولكن لكم تقلبوا له، والسياح كيجيو لهذيك المواقع اللي كيدخل مثلا المغرب وكيمشي كيلقى ريستوراسيون ا دوميسي. اللي نقول لكم هو تردوا البال، لان كاين اللي غادي يبغي يتملق، كاين اللي يبغي يفسد. نتوما غديروا غير الغدا، ما غديروش العشاء باش ما يكونش شبهات، غير الغدا. وتخبروا السلطه، هذاك المقدم ديال الحومه والقائد، نمشيو عنده نخبروه. المغاربه كان اداره ديالنا، كنخدموا على الاداره، شي عند المقدم، شي عند القايد، نقول له سيدي انا ها انت ما في حاليش، انا درت واحد الصفحه غايجوا السياح عندي، انا راني يا الباب الله كنترزق باش نعيش. شي بحال هذاك اللي ساكن قدام البحر، غادي يخسر رخصه باش يصيد، ساكن هو قدام البحر، غادي يمشي هو للرباط يعمر ما يلف، كيهبط كيصيد، ما كيبيعش، كياكل هو مع ولاده، ما كاينش اللي عنده الحق يقول له لا، ما كاينش عنده الحق. ربي اللي خلق هذاك البحر، ولكن ملي غتجي تلقاه داير ربعه الفليك وخمسه خصك رخصه. اما هو ساكن قدام البحر، هو ساكن باه كان حدا البحر، جدو حدا البحر، ذاك البحر راه عنده حق فيه، عنده حق فيه، كيصيد باش ياكل. واحد في واحد الغابه تيمشي ينشب ارنب، تقول له خصك رخصه باش تصيد، سي راه كياكل هو، كيش ذكر ارنب راه عايش بها، ياكلها يذبحها كياكلها، ما عندوش باش. واحد كيدخل واحد الغابه يجني البلوط ويجني الترفاس ويجني، تقول خصك رخصه، طب عقلك، راهم اللي كتلقاهم في الطريق اللي كتكون غادي الفاس، ترفاس عرفتي كيفاش كيتخدم هذاك الترفاس ولا؟ هذاك اللي تغسلش بالماء، ملي كتشري ما تغسلش بالماء، كيتغسلش، كيخصو يتحك بشي تاع السنان القديمه مشطو، قات مشط مشط مشط، كتحيد له كاع ديك الرمل اللي عليه، ومن بعد كتمسحو بفوطه مزيان، كدير واحد شويه ديال البيض بلدي وتتحكى له بهذاك الراب، تيطيب في السخونية ديال البيض، ايوا تفرج كي داير، واحد البنة ما شاء الله، هو راه عندنا ها سي لي سي سي لي تخوف، راه هو هذوك لي تخوف، بالدارجة سماه الترفات، هذوك راه هما لي تخوف. إذا هنا بنتي هدى، مزيان تكون شجاعة، وبينتي بأنك ما تتقبلش الظلم، وبينتي، ولكن بنتي راه فرق نبين وفرق نبقى في هذاك الموضع. نبين هو نقول واحد راني نقد عليك ونقدر نوقف في وجهك، ولاني ما نخسرش نفسي على حساب اني نوقف في وجهك. الظالم كيلقاه الله، هذا هو اللي قلت لكم الفرق ما بين الوقف والحد. الوقف ان الانسان تيفهم بانه خصو يوقف راسو، هنا خويا زيد فلان لا ما نزيدش، واش كتخاف؟ لا ما كنخافش، انا كنوقف عند حدي. الحد هو تيبقى تيترنح تيترنح حتى تيتحد، يا اما في جسمه يا اما في عقله يا اما في ماله يا اما في حريته، كيتحد شي حاجه كتوقع له، داك هو الحد. واش تيتما راه فين كاين الله؟ الوقف هذاك المؤمن، داك اهل الخشيه، كيفهم انه خصو يوقف. الظالم فيه تعنت، راه بحال فرعون، بقى يتعنت يتعنت، شاف البحر تشق قدامه، ملي شافو هو آمن بربي موسى وهارون، ولكن فات الفوز، راه آمن هو في الآخر، راه آمن، يا تتشوف بحر مشقوق قدامك، أو شنو هذا البحر؟ تا واش ما تشق؟ تا مرجا ما تشقهاش، هو بحر على قدو تشق، باش غيتشق هذا؟ شنو هذا؟ سحر؟ شنو هذا؟ الجنون؟ هو راه كان كيعرف السحر، وعنده الجنون، عنده كلشي خدام، ما عمره مشقوا له البحر. اللي شق البحر هذا راه فوق، هذاك الشيء اللي كان كيعرف هو، صافي هو حماق، العقل ديالو خرج، فات الفوت، لان ديك الساعه صافي الحد، الحد راه هو السيف، لان هو حاد، الحد راه هو السيف، حاد، ملي تيضرب السيف راه ما يرحمكش كيقطع، هذاك هو الحد، الحد كيقلب علو الصقاع،
راه يلقاه يلقاه. هو في رحمه سيدي ربي تيبقى كيبعد العبد على الحد، كيبقى يبعده. اش كيسحب هذاك العبد؟ بانه عنده اذن في انه يطغى. هو راه تيبعدك سيدي ربي منه باش باش ما يحدكش، راه غيحدك. اتحد وتبعد وتوقر وت امر ملاك. حيت لك تجي الضربه كيبان لك الواحد مشى. اذا هنا عفا بنتي هدى بعدي، راه غيتضرب الحد، راه غيضربو. ها رجعي القوه ديالك سيري ديريها حبيبه ديالي في انك تقلب وجهك على هذا الوجه. صافي قلب. بقى صغيره 26 عام، من خوها مشى جايب وحده مدخلها للدار بلا عرف بلا شرع بلا والو، باغي يتزوج. كيف قالت خوي الدار؟ هز امها هاك اخويا خلي لك الدار، انت جايب بنت بلا والو بلا حاجه، قصر اخويا معها. كيف دار الاخر عاود انت الفيلم، غدا غادي يولدوا بلا كاغط بلا والو، غادي تشوف هذيك المراه خصها فين تقري ولدها، ما غيلقاش عنده الفلوس، غادي تقوم قيامه. تبقى ديرها في امور ايجابيه. اذا ما تبقاش هي برك على داك الشيء، تمشي دير موقع وتقن الطبخ. المغاربه باغيين توحشوا ريد معجون بالخميره. يعني الذوق المغربي. خليني انا داك المسمن اللي كتشوفوه بحال الميكا سخون تتاكلو سخون دايز برد، لبسو صباط. اما كاع دوك اللي كيبيعوه في الطريق خليوه يبرد وكولوه. برك وحده واحد ربع ساعه قولوا خبغتو بارد اخا كولو. تلبسو صنداله والله تتخرق فيه صنداله الصباع وتلبسيه وتمشي به للبحر تعومي به. ويلي هذاك المسمن واش ناداك؟ واللي مخمر ومطلوق على خاطرو مسكه، شي مسكه كتجرو كتجرو بحال كيتجر بحال لي بات، كيتجر بحال ديك سباغيتي كيتجر. كيهبط للمعده ما كتحش بيه ما كتحش بيه اساسا واكلو. المغاربه موحشين هاد الطعام هذا. كاين اللي عنده مو وعنده مرتو وعنده حبابو كيعرفوا لهاد الشيء كياكلو. ومسكين اللي انسان غير جاي من بلاد البلاد وساكن في واحد البلاصه كياكل هذاك بوكاديوس ديك الساندويتش هذيك بيتزا مره مره، يمشي لواحد فاست فود وياكل واحد الدجاج مشوي ما مغسول ما والو، فمو مابقاش عارف كاع الذوق. تخيل يجي ويقول له واحد فلان راه كاين واحد السيده راهي وبنتها راهم عندهم واحد الريدو. كاين ناس اللي عنده كراج باغي عايكري ما عرفش يدير فيه. راه كاين واحد الحبيب في مراكش معروف بالحريره الحمراء، معروف عليه الزحام الليل والنهار، عليه الزحام البنة ديال الحريره ديالو، ما تيبيع حتى حاجه على الحرير. كظن دابا بنتي هدى بان المبادره الوطنيه البشريه دايرين مشروع ونصحك تمشي للعمل، يعطيوك ترخيص في موضع في سوق نموذجي ويعطوك واحد الكريريسه ديري فيها سلعه. هذيك الكريريسه انت امك تمشيو تصيبوا غير الحريره وتصيبوا الببوش وتصيبوا البلبوله الشعير بلا الحليب. بلا الحليب. الحليب راه عندنا حليب وحليب، الحليب الزفت. علاش؟ لانه كاين ناس اللي عندهم حساسيه مع اللاكتوز. بغينا انا بغيت نشري حليب في المغرب بلا لاكتوز، وريه ليا فين هو. فين هو؟ كاين اللي يشرب الحليب يتنفخ له كشك دوك وما يتهضم لك على 96 ساعه. علاش؟ لان فيه مواد. صح حليب مزيان ماشي مضر، مزيان للناس اللي صحاح. الناس اللي مرض كيضرهم، خصهم حليب خاص، فين هو؟ اذا هنا عفا بنتي غديري البلبوله ديال الحليب الناس اللي صحيح حتى يشربوها، وديري بلبوله غير بالماء والتوابل وزيت العود، وقولي الناس عندي بلبوله بالحليب وعندي بلبوله بالعطريه وعندي المسمن مخمر. المغاربه راه كيعرفوا هاد السميات، مسمن مخمر. انا كنقول لحبابي اللي بغى ياكل الشفنجه يطلع قلعه صرعنا، طلعوا قلعه صرعنا طريق الرابطه ما بين القلعه ومراكش، وراكم غتلقاو واحد الشفنج على الطريق، وقف وسير عنده خد الشفنج. والله لا تاكل كيلو ما تحش به، شي كيلو شحال فيه من الشفنجه؟ كيلو راه عارف الشفنج خفيف راه بزاف كيلو. وتخيل حنا ثلاثة الناس كلينا كيلو ما عرفاش يمشى. مشيت عند السيد ودخلنا عليك بالله، قال لي يا ولدي راه بايس مخمر. تخيل الليل كله مخمر هذاك ياخذ خاطره باش يطلع باش يطلع باش يطلع. وقال لي يا ولدي كنطيب القدر اللي نبيع. قال لي ما كنطيبش قال لي بالزيت، كنطيب القدر اللي نبيع. حتى كيوقف قال لي الكلين عندي عاد نطيب له، ما عنديش انا قال لي حاجه اللي سميتها غتبقى تساين. قال لي تيوقف الكلين كنطيب له. تخيل دابا المغربي ملي غادي يلقى هذيك البلبوله بلا حليب، غادير الحليب وغادير وحده بلا حليب، وغادي دير الببوش بواحد التوابل، وغادي دير شي حريره بشي حويجات، وغادير مسمن، وغادير عرفتي يا بنيتي؟ والله تتشري دار.
يولا بنيتي عندك الرزق اللي ما تحلمش به. شنو غادي خصك؟ ابتسامه والثبات. كري واحد البيت انت وامك تبداو عبيت. هما سيروا شوفوا الشينوا شنو داروا في الحي المحمدي، هو رمضان قريب. ها انتوما بيضاوا سيروا الحي المحمدي. وقول لهم ودي راه سمعنا الدريبي قال لنا الشينوا تيديروا مسمن وشادين هنا كراجات وغتشوفوا بعينكم الشينويه اش دايرين. والبطبوط المغربي، المسمن المغربي، المسمن بالخليع، كلشي الحريره الشينويات كراو ريدوات طلعوهم شمره الشينويه وحاطه وكتصيب لك المسمن ابنت عمي. علاش الشينوي دارت هكاك؟ هو في الحي المحمدي انا راني فاطر عندهم. ها انا كنمشي للاحياء الشعبيه وكندخل وكنعرف الشواقع، كنمشي لعندهم تنجلس والشينويات علمات العربيه. دوك ما بيك ما بيك حب خاطر وتخيل شينويه كتهضر. علاش؟ باغا تربح رزق حلال لي شينويه. علاش؟ لانها ما لقاتش حسن من المغرب. مال ما ترجع للبلاد وتخدم في التليفونات وتخدم، قالت لباها انا نخدم في المسمن هنا ولا نخدم عندك تما التليفون. لان عارفه هنا ملي غادي تشري هذاك غتخلى تجمع فلوس غتهبط تشري حوت. حوت هما عندهم تما ماشي بحال الحوت ديالنا حنا. حنا راه ارفع حوت في العالم ديال المغرب. تشري حوت. عندنا البيئه الهبال. تما المدن عندهم غارقين تلوث خصك تخرج بماسك. هنا باقي الحمد لله يا ربي يا ربي. حيت الفقر راه هو الحل. انا دائما راكم عارفيني انا كنتمنى الفقر. لان باش ما يكثروش الطوموبيلات. باش صحاب الفلوس يحصلوا. حيت راه ملي تيولي المال صحاب الفلوس كيمغفخوا. لا خصو يبقى حاصل. لان الكفاف والعفاف شنو قال سيدنا عمر؟ ها؟ قال الطمع هو الفقر. واليأس هو الغنى. خصنا نجعلوا هادوك صحاب اللوبيات، هادوك صحاب الفلوس، وهادوك صحاب السياسة، نضربوا لهم في الزيرو. يطلع هو العمارات باش يبيع وما يتباع له والو، هما حصلوا ما كيبيعوش. وتبني اسيدي انت يا لوطير خمسة ما باغيش دير الفقراء، ما يجي عندك حد. ودير انت لي ريستورون ودير اللي بغيتي، ما يجي عندك حد. وتبدا انت والحجر ديالك كتفرج فيه. بغيتي تجيب السياح من برا غيجيو عند الفقراء. ديروا احبابي لي باج كيف قلت لكم. ديروا لو غوبا شي سوا ونمشيو عند القايد وتقول له راه غيجيو عندي السياح انا راني ما كذا ما كذا انا راه كنترزق الله ونمشي ليانديياش ونديكلاري في ليانديياش وتفرج يا بنيتي يبدا يجي عندك الطرومبيت وتوقف تحت الباب. ولكن الله يرضي عليك السمعه حافظه على السمعه راه غادي تولي اشاعات حق راه كيمشيو عندهم الديور كيزنيو معاهم حق راه كذا ردوا البال الباب ديالكم يكون محلول وناس صالحين داخلين خارجين عندكم واللي غادي يجي واحد السائح ولا جوج يكونوا معاه ناس ديال الحومه يدخلوا يبركوا باش تزكى باش ما تطيحش سمعتك والا غتسمي غدا راه كتدخلي عندك السائح باش تزني معاه وتولي سمعتك مقيوسه. لا نجيب واحد العجوزه محترمه من الحومه ندور معاها نقول لها يبركي معايا. نجيب واحد العجوز محترم من الحومه نقول له جدي جي غير برك حدايا باش غدا ملي شي واحد يفك يخرج له هذاك الصالح وهذاك الصالحه خدموا بالعرف المغربي. ماشي تجيب سائح بالطوموبيل داخل اش كيدير عندها اركيزني معاها، لا ديروا الشبهات ما ديروش ممارسه بالتجاره بدون ترخيص، لا هذيك راه داخله بحال اللي كيديروا في هذاك بين الويدان بحال اللي كيديروا في شي بلايص كتطلع للجبل وكتمشي لعند القرى ديال حبابنا الشلوح وكيضيفوك بطاجين وتيحطوا واحد الدلاحه كياخذوا منه 100 درهم بحال بحال. غير هذيك تما داخله في اطار السياحه البيئيه هذه خصها تاطير. دفعوا الاداره ودفعوا السلطات يتعاونوا معكم. الا ما مشيتوش دفعتوهم ما غتلقاوش الحل. مرحبا معنا فاصل مستمعينا وراجعين نواصلوا معكم مستمعينا وغادي ناخذوا اخر مكالمه معنا عادل من طنجه. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير الحمد لله. مرحبا سي عادل. مرحبا دكتور كنتوما مزيانين. لاباس تفضل عمو. لاباس مرحبا بك. الله يرحب بك ترحب بك جنة. امين تبارك الله عليك. دكتور نعاود لك واحد بتي بروبليم عندي لو وفقك الله سبحانه وتعالى ياخذ بيدي الله يرحمك. ان شاء الله عمو تفضل تفضل. انا دكتور طالب في سلك الدكتوراه. وما عطاونيش المنحه في لافاك ديالنا وملي كنمشي لعندهم كنقول لهم زعما علاش ما عديتش المنحه. تيقولوا لي انا قبل بعدا قالوا لي شوف راه خصك تناضل على المنحه كيف ما ناضلتي باش تسجلتي في الدكتوراه لان المنحه ما كتعطاش الا المكان. ومشيت عند العميد، العميد فرضني عند النائب ديالو، النائب ديالو كيقول لي كيطابي السميه ديالي في البيسي صافي انت راه عندنا مقبول هنايا دكتور عندنا في الكليه وراه مسجل في الاسم ديالك مع الاسماء ديال الطلبه للوزاره. عطيتهم استاذ شهاده عدم العمل، عطيتهم شهاده الطلاق حيت انا عايش مع الوالده ديالي، عطيتهم شهاده الكفاله.
عطيتهم الوثائق فوق ما كيطلبوا هما، هما كيطلبوا غير شهادة عدم عمل، وفي الاخر ما عطاونيش ومن ما عطاونيش قلت لهم زعما علاش، قالوا لي ماشي بيدنا داكشي بيد الوزارة، قلت انا مع الوزارة بغيت ندخل عند السيد الوزير، قالوا لي ما يمكنش ما كيستقبلش الطلبة، المهم شنو عندك؟ قلت لهم المشكل اللي عندي، قالوا لي دوز كتابة الضرب، كتابة الضرب درت لهم في واحد الشكاية، من بعد صار قالوا لي الرد، الموضوع من حد دراسة شركة الدكتورة المرجع رسالتكم بتاريخ ويستلم بعد بالرسالة المشار إليها في المرجع الأعلى والتي تلتمسون بواسطة تحويل لكم من حد دراسة بسبب الدكتورة، يشرفوني أن أمضي إلى علمكم أن المهمة تحويل من حد الدكتورة بسبب من حد تحويل من حد دراسة بسلك الدكتورة موكولة إلى السيدات والسادة رؤساء المؤسسة الجامعية، ما كرجع عند الأسس ديالنا ما كيبغيش يعطيوني حتى شي حاجة، أو أنا مرة ونوري لهم هاد الرسالة اللي صاردوا لي من الوزارة، قالوا لي المهم هادشي اللي أطلع ما عندنا ما نديرو لك صافي. زيدون أش من شعبة كتقرا عادي؟ دابا السنة الثالثة في سلك الدكتورة أستاذ. أين شعبة؟ شعبة الجنائي، عندي الجنائي. دابا الاساسي دات ما كيبغيش تيعاونوني حتى شي حاجه قسما بالله، كنمشي غير المراجع ما كيبغيوش يعطيوهم لي، ما كيبغيوش يعطيوهم لي. عادل عادل، اولا قبل ما يقطع الخط لربما قطع، نبغيك ستوندار تاخذ الايميل ديالي وتصيفط لي المعلومات ديالك، هذه من جهه. واخا من جهه اخرى عفا ولدي، دابا غتسمع ليا بالعقل ديال القراي، حيد عليا دابا المنحه والدرك والفقر، حيد هادشي دابا، عطيني السيرفو، بغيت العقل ديالك تقراي، واخا حضر لي عقلك ديال القرايه غير واحد جوج دقائق. شتي العلم كيرفع مقام مولاه وكيضمن له رزقه، العلم كيرفع مقام مولاه صاحبه كيرفعه وكيضمن لك العلم رزقك، عنده شرط العزة والدقة، العزة والدقة. شتي عفا ولدي، حط راسك، حط راسك دابا انك خبير في السيونس كريمينال، حيت انت دابا دخلتي تسيكل الدكتورة صافي راك صبحتي خبير، ماشي انتظر حتى ندير لاسوت نونس وناخد عدم اللي خبير، راك دابا خبير، داك تسمى ان دكتور، بمعنى سيونس كريمينال اش كتعني؟ كتعني القدرة على الإحاطة بالظواهر الإجرامية اللي كيعاني منها المغرب وأفريقيا، وعندك تما مختبر طنجة هائل، أولا نسب الشباب اللي كيتعاطى المخدرات، استراتيجية بارونات الكيف والكوكايين في ترويج المواد، والتعامل مع هاد الأفة من بابها الأمني ومن بابها المغربي الأوروبي ومن بابها التوعوي الديني الأخلاقي لتحصين الأفراد. شتي انت دابا هنا غتمشي تحل واحد البلوغ، انا هكا بديت ولدي، انا النهار اللي غادي نبدا نشتغل بالمادة العلمية ما عنديش منبر، ما عنديش إمكانية، ما عندي والو، تنقري تنخدم مستشار في بعض المقاولات، وكنمشي لواحد البلوغ دايروا واحد لو سيت، شكون اللي مولو واحد المحل ديال الشاركوتري، واحد الفابريكا ديال الشاركوتري مسبونسوريزي واحد لو سيت تيحل لي بلوغ، فيه تفتح جلوب غراتوي، شكون اللي معاك؟ صحاب السوسيس، صحاب الشاركوتري ديال فرنسا، يعني صحاب الخنزير، لان الشاركوتري كيصايبوه هما بالخنزير. فحليت بلوك تم، واش تندير؟ كنشد واحد الحويجات ديال سيونس دي كومبورتمون ديال التحليل وكنحطهم وتنفسرهم. اول ما غادي يهتم بهذاك العمل واحد الاستاذ جامعي من الجزائر، جامعه وهران، غادي يرسلني يقول لي واش تعطيني الاذن، راني كنشوف هذاك البلوك ديالك وانا تنقري هذه الماده قال لي في الجامعه، وكنجيب كتب من فرنسا وهذا، ولكن راه الطريقه باش كتشرح راه كيفهموها الطلبه، واش تأذي ليا ناخذ هذوك المقالات؟ وتخيل انايا حاط بلوغ في شاركوتري تطلع عندي جامعه. شويه قلت له سيدي مرحبا خذ،
اتصل هو واحد الاستاذ واحد اخر صاحبه يقول له راني عندي الاذن واحد الاستاذ مغربي كذا وكذا راه يمكن لك تاخذ. غيتصاب هذاك الثاني باش انا كنحب الشعب الجزائري في خير, غيتصاب هذاك الاستاذ الثاني تيعرف واحد اخر اللي تيعرف واحد لابيرجور بروفيسوريل عنده موقع ديال القرايه وديال غيقول له دير حنا عندنا واحد المغربي راه كناخذو راه مخشي عارف واحد مخشيه في واحد البلاصه الشاركوتري انت صاحبي عطيه شي اخر غيصيفط لي ايميل يقول لي ودي انا راه عندي موقع كذا كنهتم بتوسكي سيونس ايزوتريك سيونس دومين كذا وراه قالوا لي عليك واحد الاساتذه هذا هذا واش تبغي وغادي يبدا يعطيني الفلوس. قال لي غادي نعطيوك اسباس وكذا ونتبعوا هذا وغادي نبقاو نصيفط تخيل تيجيوني الفلوس اواه ولا عندي موقع ولا عندي داك الشيء تصاور ولا عندي داك الشيء هذا ولكن المحتوى دقة والعزة عندي من الأول فقير ما فحاليش دقة والعزة ما عندي ديك الحزمة عاقد راسي مزيان بقيت هكاك حتى في 2005 وفي 2006 وفي 2007 غادي يهتموا بيا ناس في الراديو واش أستاذ كذا وكذا تبغي تجرب سيدي نجرب جاب الله تيسير. إذا لاحظتي ولدي العلم عندك ولا ما عندكش؟ شي اللي عندك العلم. أنا عندي واحد الطالبة غادي نعطيك اتصل بها السي عادي. راها كتسوتني الدكتورة تاعها جامعة في الرباط. غنعطيك التليفون غاتصل بها. وغادي نقول لها تعاود لك قصتها. مكرفصة في الدكتورة ما حنا ما عندهاش الفلوس لدرجة أنها مشات كتبيع البنوات. واحد المحل وبكثره ما داك الميليو داك الرواج اللي في داك المحل وداك الناس وداك الشيء والسيده باحثه في الدكتوراه في ماده قد قداش ويتعقد ويتفروح. قلت لها جات عندك لها بنتي واش كاين العلم ولا ما كاينش؟ قالت لي كاين قلت لها خصنا نزيدو العز. قلت لي ما عندي حتى ريال باش نتعشى بنتي العلم الدقه والعزه يعني الدقة لابيرتينونس كاينة اه العزة يعني العزة هي كت حتى يحسبهم الجاهل اغنياء من تعفف راه تما فين كاين العزة. العزة راه يحسبك الجاهل انك ما خص ما عندك حتى مشكل ويقول يا ربي اعطيني حال والله يعطيك حال لا تموت. اذا قلت لك القلب ما تقدش عليه قلبك يهرب منك يقول لك القلب ديالك اش بغيتي عندي؟ علاش طلبتي الحال ديال هذاك؟ اش بغيتي عندي خرجتي عليا؟ كتخليني في حالي انا معاك علاش عطيتيني حال هذاك؟ يعطيها لك قلبك يتشكى منك ويخرج وتبقى تقول قلبك اجي عافاك راه غنموت يقول لك موت اسيدي غير بعد مني. يحسبهم الجاهل اغنياء من تعفف هذوك اهل العزه. هذيك البنت بعد شهرين كتربح 16000 درهم لان الدقه كاينه. جات العزه راه العزه راه مولاها والله 16000 درهم لاله 16000 درهم وكيتخاطفوا عليها المؤسسات عافاك اجي نزيدك انا عافاك وانا نقول لها تابعته هادو فلوس راه درناهم لك بين يدك بنيتي غير باش تلبسي وتسوقي وتتحركي ولكن الدقه والعزه. شتي هنا ولدي عادل اقسم لك بالله انا في بلاصتك ويعطيوني هذيك لابوس تنضربهم بها شتي نشدها من عنده ونقول له نعم سي هاي خديتها فين هي هذيك القمامه فين هي لابوبال فين هي وندير لها حبكه ولعها ما بغيتش فلوسكم لان فلوسكم فيهم الدل وانتم مدلولين لان ملي ما يشدش بطالب باحث ما كيشدش بيد المستقبل ما كيشدش بيد المستقبل وقولوا نعمستك وكنت دريه وعريت صيقاني وهبط صدري كنتي غتعطيني 10000 درهم وتبوس لي صبع رجلي وتقولي لي الحبيبه عفطي عليا وما كراش ديري لي حاجه اخرى في وجهي ولكن انتم ما عندكمش العزه يا الدل يا اهل الدل اذا ما نسعاكمش. عفا ولدي راه العزة عندنا كتغلي في الدم حنا. شد ليا العلم، ضبط لغتك، ضبط الإعراب، ضبط الفرنسية، ضبط الإنجليزية، ضبط الإعلاميات، وحمر هنا في راسك. والله يا وليدي تتاخذ جوج ملايين وثلاثة وربعة وأنت باقي ما كملتش الدكتورة. لأن غادي يتصل بك واحد أمريكان، غيقول لك أنا سقط الأخبار بأنك أنت دكتور في الكريمينولوجي، ودابا بغينا نفهموا التطرف اللي وقع. بغينا نشوفوا العصابات المافيا اللي كتمارس في البشر كتبيع في بنادم بغينا نفهموا هاد لا بروستيتيسيون اللي غادا كتكبر واش وراها شي مافيا وما وراهاش
بغينا نفهموا هاد لي غيزو اللي صبحوا كينتشروا هنا وهنا واش راهم ولا ما راهمش. لان انت عندك الصفه ملي غتحط كلامك كلامك غادي يكون مصداقي عنده كاشي. اذا انا ولدي علاش نمشي انا نسعاه؟ والله لا سعيته. علاش ندخل عنده؟ ما نهبطش. هما يقلبوا عليك. ما تقلب على حد. والنهار اللي يكون عندك العزه ويكون عندك الدقه غدير وليدي ما دار ولد خوالك ولد عمك الدريبي. كيجيو عندي صحاب روس لامواه وكندخلهم لعين المخيط. كندخلهم لعين المخيط كيقول لي دريبي وسعد سمعه وكذا وكيصبغ وتيدو فيرني وانا عارفو شنو باغي. باغي يدير بيا الاشهار. باغي يعلقني في الطوبيس. باغي يعلقني فوق الحياط. باغي يديرني فوق العمارات باش يبيع بيا قزادرو باش يبيع بيا منتوجو. وكنقول له شوف وليدي الا انت من اهل الاحسان وكتقابل المواطنين نديرو معك فابور. والا انت من اهل الفلوس غادي ناخذ لك النص في طورت. يا داك الشيء اللي عندك بغيت منه النص. شحال عندك في راس مالك؟ 10 دنانير بغيت 5 دنانير. والله ما غنخلي في جيبي ريال غنشدهم في الرقبه لولاد عمي المغاربه. شد خذ. وكيقول لي ها بزاف. ايوا سيدي من اللي هي بزاف ماشي ديالنا وماشي ديالك سير بعد منا. اش كتسحب؟ إن العزة لله ورسوله والمؤمنين. راه عاطيها لكم راه عاطيها لكم. نمشي أنا نهبط ونطلع ونهبط ونطلع. بقي يفتك الدكتورة تقون شغلك دير البلوك ديالك نزل الفيديو لبس كوشتي وقوي ميجا ونزل تحاليل ونهبطها في يوتيوب وغادي يبقاو يتزاد عندك لو نومبر دو في وغادي تشوف كذا تحليلات غادي تدخل عندك شويه اشهار غادي يتصلوا بك شركات. انا عندي عرض من فيليا لقد الخلام امريكان دابا عرض عليا تشانل نشد الفلوس اللي بغيت. قالوا لي النسبه اللي يعطوني اكثر من اي نسبه عند واحد في المغرب العربي. شركه امريكان نوريك الفرية عندي مكتوبه. وشتي ونقول لهم وي وتشوف ولد عمك الفلوس داخلين ولكن ولد عمك ماشي هكا ما بيعش المال. انا مقنع خبيزه كنعجنها بالخاطر وكنجمع ليها قميحه ونديرها فوق كتفي ونديها للطاحونه ونطحنها ونجيبها بنخوالتها ونجلس مع الشريفيه نعجنوها وتخمر ونطيبو وناكلو وندوقو معنا جيراننا وندوقو حبابنا. هذا هو السنه ديالنا حنا وغنبقاو بجاه سيدنا رسول الله حتى نلقاو الله. عفا وليداتي ما تخاف ما تدهش. ان يمسسكم القرح فقد مس القوم مثله. هادوك ما فاهمينش في تشجيع الشباب. هادوك ماشي وطنيين حرار. هذاك مسؤول غدا قدام سيدي ربي غيشدوه الزبانيه من الزغب نيفو. الزبانيه هم ملائكه ديالهم الله في جهنم. النظره فيه يسكت لك قلبك 100,000 مره في الثانيه. غيهزوه من الزغب نيفو وغيدوروه في السماء وغيبقاو يلعبوا ويقول له جا عندك ولد مغربي فقير وانت كان عندك المسؤوليه. وغادي يبقى يبكي وغيبقى يتوسل وغادي يقول له دخل دخل الصونه ديال سيدي ربي دخل دخل يا وليدي كسلوك دخل اروا المطايب جيبوا الكسال شد يا وليدي وفرك شد وحك. وكيعطيه سيدي ربي واحد الصوت باش يغوت ويسمعوه صحابه ويبدا يرجف امتى تجي نوبته حتى تيقول يا ليتني كنت ترابا. لان كيشوف هو الله سبحانه وتعالى ملي كيحكم على الوحوش وتيقول الوحش كن ترابا كيولي يتمنى هذاك عدو الله انه يكون ترابا. عندك تسحب وليدي راه هذا الوقت راه كيدور. راه عشنا الفقر وعشنا الحال ضعيف وعشنا الحقره وعشنا التكرفيس وصبرنا حيت عارفين عهد الله ما كيخلفش وعده. وكدوز وليدي الوقت وكتلقى هذاك الظالم كتلقى هذاك ولد هذاك الظالم كيحصل في ولاده تيحصل في صحته وكيجيبهم لك الله تشوفهم بعينك. شتي بعوينتك تيجيب لك الله تيقول لك ياك عقلتي على هذاك كان كيخلعك ياك عقلتي على هذاك كان مخنصر ياك عقلتي على هذاك كان هز خنافرو تيقول لك شوفوا كي ولا كتشوفوا غادي في الزنقه كيلكم ويشا كتشوف فمو بغا ياكل ما عدوش. اقسم لك بالله الى واحد من اكبر الملايريه في المغرب لحياته ختمها له الله بسكوي ديال درهم وطومي جيري. فينك الكافيار اللي كنتي تاكل؟ فينك الصومو وفينك هذا وفينك هذا؟ سدلو ربي الشهيه كلها وفتحها له على بسكوي ديال درهم ديال الفقراء ولا ياكل بسكوي ديال الفقراء وحل فمو يضحك مع طومي جيري. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع البرنامج بكل وضوح لكم تحيه مجدوني علامة الادريسي لرفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه.